حبايبي ازيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم شوشو من قناة بيتي. النهاردة عاملة لكم عصير الكيوي باللبن، خطير بجد، طعمه احلى من اللي بنشربه في الكافيهات بالظبط. سعره كمان، احنا سعر الكيوي احنا عارفين ان سعره يعني في متناول الجميع ورخيص، وموجود دلوقتي كتير جدا، سهل في تحضيره، ما بياخدش معانا 5 دقايق. انا هعمله لكم وهيبقى بطريقه ناجحه جدا. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مكونات عصير الكيوي، دي 3 وحدات كيوي وسكر وميه ولبن. انا الكيوي غسلته وقشرته حلو وقطعت واحده اهي، انا هقطع الباقي قدامكم. بصوا اهو، ممكن تقطعوه قطع كبيرة قطع صغيرة حسب ما بتحبوا. عصير الكيوي ده من العصاير المفيدة وحلوة قوي لينا، مليان بفوائد كتيرة قوي زي فيتامين ايه وفيتامين سي. حلوة قوي كمان الكيوي للبشرة والمرضى السكر، وكمان سعره رخيص يعني على قد الايد كده. وهو عصير دايما بيبقى طعمه حلو على فكرة. انا كل اللي هستعمله دلوقتي، انا هحط كل المكونات بتاعتي في الخلاط، في الشفشة او الخلاط اهو. هحط الكيوي اهو، والكمية اللي انتوا تحبوها اعملوها. كيوي متوفر قوي دلوقتي واسعاره حلوة قوي، مش غالي يعني، في متناول الجميع. انا هحط السكر اهو، السكر حسب ما بتحبوا، لو حابين تعملوه بلبن بس تمام، عايزين لبن على مية برضو كويس. انا هحط كمية بسيطة مية وهكمل الباقي اللبن. هخلط كل ده في الخلاط. العصير اهو انا خلطته وفضيته في شفشه، انا هصبه معاك اهو. شوفوا السمك بتاعه، حبايبي انا صبيت خلاص العصير اهو زي ما انتوا شايفين، حلو جدا جدا. وطريقه ناجحه زي الكافيهات بالظبط، وزي ما قلت لكم عصير الكيوي دوت مليان بفيتامينات عالية قوي زي فيتامين سي وإيه، وحلوة قوي للبشرة، ومتوفر بأسعار رخيصة قوي في متناول الجميع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.